ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وفقرتنا المرة دي فقرة مختلفة شوية، وفقرة فيها فن على رأي شيري، فن اختيار الهدايا. كلنا لما بيقابلنا مناسبات قريبة لناس بنحبهم بنبقى عايزين نجيب لهم هدايا وحاجات كتير حلوة، بس أهم حاجة بنبقى عايزين ندور عليها في التوقيت ده إنها تكون حاجات جديدة ومختلفة، ما بنبقاش عايزين هدايا تقليدية، وبنحتار وبنفضل نسأل الناس اللي حوالينا نجيب ايه ونعمل ايه، وعايزين اشكال جديدة ومختلفة. فاحنا فكرنا نعمل لكم ايه، فقلنا نحل المشكلة دي ونسهل عليكم، فجبنا لكم الجميلة الديزاينر صاحبة براند بينك اند بلو مريم. منورانا يا مريم. اهلا. عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. منورانا في مساء السعادة، ميرسي. وان شاء الله تنورينا تاني كتير. ان شاء الله. قولي لي بقى يا مريم، بدأتي ازاي؟ الاول البروجكت ده اصلا انا بفكر فيه اكتر من 3 سنين. كنت بقعد كل ما بشوف الماتيريال نفسها بتاعت البوكسز بحس ان في حاجه ممكن اطلع منها حاجه جميله، بس ما كنتش عارفه ايه بالظبط. يعني كانت فكرت عندك حتة الهواية دي؟ يعني كل ما بشوفهم بحس ان لا، ممكن اعمل فيه حاجه كده ريليتد بيهم، بحس ان انا ممكن اعمل حاجه يدويه اطلع فيها حاجه مختلفه، بس ما كنتش عارفه لسه ايه هي. وبعد كده بدات تقريبا من سنه ونص ابتدي اول كادو اقدمه لحد فريندز بقالك وريليتيف سنة ونص شغالة في تقريبا. المجال ده؟ يس. بس فكنت عايزه اطلع الكادو بحاجه مختلفه وحاجه جميله وعلى قد ما اقدر بكل الماتيريالز اللي انا فكرت فيها. ان انا عايزه تشوكليتس فلاورز، بحب يعني احب بيكون فيه ميموريز، فدخلت فيها الفوتوز فلقيت الفيدباك تحفه، والحد اللي انا قدمت له الكادو ده كانوا طايرين بفكره بدأتي الفوتوز. بمين بقى؟ بدأتي بمين؟ لا دي حاجه بقى سبيشال. اوكي. احنا عارفين عامة. بس فهي الفكره كلها في كده، ان انت بتعملي حاجه لازم تو فولو يور باشن، وان انت تعملي حاجه اللي انت بتحبيها. ممكن تدوري في حاجات كتير، يعني انا دورت في اكتر من حاجه، انا ما كنتش دايركتلي فكرت في البروجكت ده، انا فكرت في بروجكت كتير قبل كده بس ما كنتش عارفه ايه احسن حاجه او هي دي الحاجه اللي انا لاقيه بحبها نفسك فيها. بس فانا فعلا لما لقيت نفسي لا، انا فرحانه وانا بشتغل الشغل ده مهما كان الموضوع مرهق فعلا، لان انا مش بس الموضوع بيبقى مرهق معقول جدا جدا. انا ممكن اخد اوردر مثلا اقعد طول الليل للفجر لتاني يوم. كنت لسه هسالك، بياخد وقت قد ايه؟ لا يعني في، هو طبعا حسب المناسبه وحسب المقاس بتاع الكادو نفسه، في ديتيلز كتير. انت ممكن كمان حد يجيب لي كادو يقول لي انا عايزه اعمل رابنج بشكل معين مثلا. لا طب معلش ثواني، عايزه اقف عند حته، يعني ايه على حسب المناسبه؟ يعني ممكن لو فالنتاين خلاص ممكن تبقى سهله قوي، لان حاجات في ورد افكار احمر جديده بقى بالظبط. بس ممكن تحطي بقى انت افكار يبقى حاجه ليها تيست كده مميز. لكن ان انت مثلا حاجه بير داي او اي مناسبه تانية، انيفرسري، اي مناسبه مثلا كريسماس، اي حاجه بتبقى عايزه تحط فيها التاتش بتاعك، او ان هيبقى الكادو بتاعك زيك زي اي حد تاني. طب انا عايز اسالك سؤال، لو انا دلوقتي مثلا عايزه اجيب مناسبه، عايزه اجيب هديه لشخص ما، فانا جيت اقول لك انا المفروض بقول لك انا عايزه ايه وانت بتنفذي لي وتحطي التاتش بتاعك، ولا انت اللي بتتصرفي كله وانا باخد منك خلصانه؟ بصي هقول لك على حاجه، هو طبعا الاحسن واللي بيكون فيه مور كرياتيفيتي كده، وانت بتحسي ان انت فيل فري وانت بتشتغلي، ان انت بس بتقولي لي المناسبه والولد ولا البنت، عشان طبعا بتفرق في بتفرق في ايه بقى؟ في الالوان؟ بتفرق في الالوان، في الصور، في طريقه الرابنج نفسها. اكيد لو ولد مش هيبقى فيه فيونكات كتير، مش بينك مثلا، يعني في ديتيلز صغيره. ديتيلز صغيره انت هتاخدي بالك منها، عشان كده بتبقي عايز تعرفي نوع المناسبه والمين بالظبط. فدي بتفرق قوي. حاجه تانيه، كنا بنقول ايه؟ طب قولي لي الاول الماتيريالز بقى، اشرحي لي كده على الهوا كده، خلي الناس تبقى برضو شايفه معانا. قولي لي بتعملي ايه، يعني مثلا انا عاجبني ده قوي وهاخده منك انا بعد الحلقه، انا اتفضلي عشان البرنامج كله مراهن عليه، انا عايزه ده. اوكي. هاتي قدامي بس كده علشان الكاميرا تبقى جايباك الاحمر ده. ايوه ده. اوكي، عشان انا ده عاجبني اكتر، ده اللي هاخده. اوكي. قولي لي بقى كده، اشرحي لي عملتي ايه وجبتي ايه الماتيريالز. هو بيبقى الماتيريال دي اللي انا بحبها. اوكي. السبت ده انت جبتي ثبت؟ اوكي، سيده خالص. بيكون في السبونج بتاعته بتاعت الفلاورز. طبعا هيبقى فالنتاين، فانا الفكره نفسها بتاعت ان انت ازاي بتحطي الورد والطول والحاجات دي كلها، هي ما تتعلمش يعني، هي بتبقى ليها يعني انت، انا مش ببقى عارفه انا هعمل ده دلوقتي بالشكل ده. انا وانا بشتغل بشوف ايه اكتر يعني حاجه. يعني انت مش حافظه، انت بتيجي معاكي كده والحاجه قدامك، مفيش حاجه متكرره. يعني حتى ايفن لو انا عندي نفس الثبت،
ونفس الالوان بتاعت الورد، هتلاقي ان ده مختلف تماما عن ده. ممكن حد يجي يقول لي انا عايز الكادو ده، ويقول لي يبعت لي الفوتو بتاعته، انا عايز انا اللي عاملاه، بس اقول له اوكي لو انت عايزه زي ما هو، بس ممكن يطلع احلى، وممكن يعني هيطلع عارفه مختلف. بتفكريني بايه وانتي بتقولي كده؟ بتفكريني بالميك اب. الحاجات اللي فيها فن ما بتبقاش فعلا فيها حفظ خالص. خالص الميك اب لما بتيجي تحطي ميك اب لحد فعلا برضو بتحسي ان انتي ايه، ما بتبقيش حافظه انا هحط الوان ايه، الحاجات بتيجي لوحدها وانتي شغاله. بالظبط. فبتهيألي برضو هي نفس القصه بالظبط. هو يمكن عشان كده كمان ان الحاجه يعني اسبير طبعا الريفيوز على البيج وال يعني راي الناس، ان بتكون الحاجه شويه ليها تيست او طعم مختلف، لان كل واحد يعني كل بوكيه بيكون مختلف عن التاني، فبيبقى حسب اللي بيطلب الاوردر بيبقى بيديني كده شويه ديتيلز وانا بقعد اتخيل. انت عندك بيج اونلاين مبدئيا يس صح؟ يعني انا دلوقتي مثلا دخلت عندك وقلت لك انا عاجبني ده، عايزاكي تعملي لي زي ده، بتعملي لي زيه بالظبط ولا بتختلفي في حاجات بسيطه لان انت مش حابه تكرري نفس الحاجه؟ بصي انا ما عنديش مشكله، بديكي الاوبشن. انا دايما بتعامل كده مع الكلاينتس بتوعي، لو انت عايزه حاجه معينه ومصممه عليها اوكي هعملها لك، بس انا بشوف يعني لو انا ليا فكره هتبقى احسن احلى او او ممكن اقول اجدد. لك عليها واعملها، لسبب لان برضو انا عايزه الحاجه تطلع كويسه طبعا، دي الريبيوتيشن بتاعت البيج بتاعتي، وعايزه حاجه تبقى كويسه. ممكن انت تقولي كلر معين للفلاورز، ممكن تبقاش متناسقين مع بعض. اوكي اكيد ما هي دي شغلتك، انا جايلك لان انت اكيد هتبقي فاهمه عني. انت مثلا ممكن تقولي لا هو بيحب لون الورد التركواز مثلا، تمام. فانا عارفه ان التركواز مش هيليق على حاجه تانية في يعني ريليتد تعملي بالحب. ايه بقى؟ تاخدي اللي هي بتقولك ان هو بيحبه ولا تعملي بذوقك؟ بصي بتعملي ايه في لو الحته دي؟ فهمتني السبب ان لازم يعني هقولها اوبشنز الاول، على فكره ممكن يكون ده مش هيكون في تناسق او هيعمل حاجه معينه زي الميك اب بالظبط، ممكن تقولي لها بس هي اللي اختارت اللي زي اختارت مثلا، في الاخر بس انا مش هسيبها عشان هي اختارت ابوظ الكادو. بتحاولي ترضيها وترضي في نفس الوقت بالظبط ذوقك بالظبط، وستايلك. احاول اشتغل في الرابينج بقى، في الفوتوز، اعمل اي حاجه بحيث انها تبقى ماتشد وتطلع الكادو بشكل حلو، طيب بس مش هيبقى ده اللي انا يعني كان ممكن يبقى احسن منه بكتير لو انا اللي عملته بطريقتي. طب قولي لي بقى، كملي لي. انت قلتي لي بنجيب الثبت لوحده ساده كده خالص، وبعدين وببتدي بنعمل بقى ايه؟ اعمل يعني بيكون عندي ماتيريالز كتير بقى فور احنا عايزين ديكوريشن، نرش بقعد منك بس اتخيل. طريقه عشان الناس تعمل ده في البيت. يعني انت اصلا بتشتري ثبت من اي حد بتاع محل بيبيع في الحاجات بوكسز دي؟ كتير يعني مش لازم، يعني اقصد في عندي حتى على انا ده البيج. شكله عاجبني. اتفضلي. ميرسي. انا هتفضله على فكره. انا الفكره كلها ان مش لازم الثبت او الماتيريال دي، انا بحبها عشان بحس انها حاجه ناتشرال وانا بحب الحاجات الناتشرال، اوكي. بس لكن انا حتى عندي على البيج في اكتر يعني، ممكن الثبت ده نوع مش عارفه باين ولا لا، يعني على خشب شويه غير ده. ده غير ده، هما الاثنين ثبت بس الاشكال مختلفه صح؟ اوكي. وفي عندي كان مش عارفه ممكن يكون على البيج دلوقتي على التلفزيون ممكن طب معلش قربيهولي كده، انا عايزه بس المسه عشان ابقى بسالك وانا فاهمه. اوكي. طيب طبعا هنتكلم على الشوكليت دي بعدين، خلينا اوكي. الاول في الثبت. احنا جبنا الثبت، طب انا شايفه ان في حاجه سيلفر كده، ده ايه بقى؟ عايز اعرف. ده رابنج نفسها انت يا ريت في الكاميرا تجيبه بس يا جماعه علشان خاطر يبقى واضح للناس. يعني في اشرحي بقى. دي انواع اللي بستخدمها، انا بحبها جدا لانها بحس ان انا يعني بحب الالوان بتاعتها، بس يعني ده عالم كبير جدا الماتيريال دي الالوان. اسمها ايه؟ لا الماتيريال بالظبط انا مش مش عارفه عارفه اسمها. اسمها، انت بتجيبي لكن بالشكل مثلا حاجه عجبتك انا فبتتخيلي. بالظبط يعني اوكي. انا بفضل واقفه قدام الحاجه اقول دي ممكن اعمل بيها كذا، ممكن حد تاني يبص عليها يحس لا مش هيقدر يعمل بيها حاجه، فانا بقعد اتخيل حتى وانا بعمل الكادو نفسه، بقعد اتخيل ايه اللي ممكن يبقى ماتشد مع ايه في ساعتها. يعني انا ببقى وانا ببتدي الكادو او حد بيطلب مني اوردر، دون واي ان انا ببقى عارفه ساعتها انا هعمل ايه، بس يعني هي بتبقى كده بتبقى في المناسبه مع الشخص اللي بتودي له الحاجه فتتخيلي المنظر كله فتبتدي تشتغلي. انا بتخيل كمان الشخص اللي بيريسيف الكادو. لا ازاي؟ مش فاهمه الحته دي، يعني توريكي مثلا صوره ليه مثلا؟ لا هو كده كده بيبعت لي فوتو، بس انا بتكلم في حاجه تانية، ان يعني انا نفسي اللي بيستقبل الكادو ده يبقى مثلا يبقى طاير من الفرحه وهو بيستقبله، يبقى طبعا فرحان، اكيد. فببقى مطلعه كل حاجه ممكن يعني اقدر اعملها انها يعني يبقى اللي هيستلم الكادو ده يبقى طاير طب من الفرحه، قولي لي حاجات بتثبتي ريليتد ازاي؟ يعني عايزين كاستمايزد نكمل يعني. برضو. انت قلتي لي دلوقتي جبتي الماتيريالز دي لفتيها يعتبر كده على ال ده صح كده، على وبعد كده الثبت ده. بقعد احط طيب الورد الفلاورز. بقى، بتختاري الورد الوانه مع بعض ازاي؟ يعني ده فن ولا؟ طبعا، بس هو انت بتختاري لو مناسبه، فطبعا زي الفالنتاين قلنا مثلا سهل نختار احمر ريد بقى روزز وكده. وخلاص، فسهله يعني. اوكي. ممكن تطعميه برضو بحاجات زي الورد الابيض. يعني ده ينفع الفالنتاين الاثنين، هو عشان وده احنا احمر برضو. الاثنين الجاي 4، ايه ده فالفالنتاين بجد؟
اللي احنا والله مش طب حبيبي بنحتفل اللي بيه انت هنا في معايا مصر. جميعا. بس فعشان كده انا حاولت انها تبقى حاجه ماتت شويه، الالوان تبقى احمر بقى وكده. طيب قولي لي بقى اللي تشوكلت انت حطاهم، انا شايفاهم هما محطوطين في بتبقى ستيكس كده، وبيبقى مثلا كاردز ريليتد بال انا بصي عماله اشد فيه مش بيتشد، فانا عايزه اعرف هو اللازق من جوه ايه، يعني المفروض يقتلني شويه. بصي انت ممكن بتثبتيه بحاجه من تحت انت ينشا، مثبته بايه؟ ده عادي. انا ده مش هو هتلاقيه، بس يعني محشور جوه حاجه يعني ملوش، والله بس اصلا شويه. يعني عماله اشد لا جامد مش راضي، فانا قلت انت لازقاه لا 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 لا، مش لازقاه. فهو في اكتر من طريقه، في اكتر من انواع شوكليت. وده برضو بيبقى ساعات الكلاينت نفسه هو اللي بيطلب مني، او هما بيطلبوا مني مثلا نوع معين من الشوكليتس. في ممكن يقول لي انا عايز نوع شوكليت مستورده ويقول لي الاسامي بتاعتها، وفي بيقول لي شوكليت طب عاديه. اغلبيه الناس اللي بتطلب منك اوردرز بيبقوا هم عايزين انت يعني عيشي براحتك، ولا عايزين كذا 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 وبيتركزوا في الديتيلز بقى؟ بصي انا قابلت الاثنين، بس طبعا الاكتر المريحين ايه؟ لا، اللي طبعا بيقولوا مش لي مريحين. لا، لا مش مريحين، بس بيبقوا باينين من اول اوردر ان هو بيكي قوي في ديتيلز، والحاجات دي بتبقى محتاجه فعلا. يعني ممكن حد تقولي اوردر لسه قدامها اسبوع، فلاقيها ممكن كل يوم الاخبار الاخبار. ففي اوردرز تانية، الناس دي بتوترك في الشغل؟ لان الحاجات دي اصلا انا اصلا يعني انا عايزه ابعد عن اي حاجه في الشغل ريليتد بستريس. انا بعمل ده عشان حاجه انت بحبها. بتحبيها، فانا مش عايزه حد يا جماعه يفضل يضغط عليا طول الوقت. لان انا ممكن زي ما بقول لك ممكن اسهر طول الليل، اعمل للفاجر اعمل كادو واقعد اصور فيه واطلعه احسن ومبسوطه حاجه. وانت بتشتغلي فيه؟ يعني ببقى مش تعبانه خالص، يعني ممكن اطبق يوم مش تعبانه وانت خالص عشان مبسوطه؟ بشتغل او حلو بحب. ده. لكن اي حاجه تانية لو جربتي كده تشتغلي اي حاجه مش حباها هتحسي ان طبعا. انت مش طبعا قادره اكيد تستحملي يعني. اكيد. بس فانا بعملها بحب. لما حد بقى بيقعد يسترس ان مثلا لا ليه ما بتدنيش، او ممكن توصلي توريني مثلا وصلنا لفين دلوقتي، هو انت المفروض نطلب منك الاوردر قبلها بقد ايه؟ يعني مينيمم 24 ساعه علشان بس يكون. يوم ده انت يعني تمام جدا. هو انا عايزه اقول لك يعني مثلا ريسنتلي من يوم يعني امبارح واول طالبين مني سيم داي، يعني الصبح عايز يستلمه بالليل، وفي برضو واحد بالليل عايز يستلمه بعد كام ساعه. ده طبعا عملت المستحيل عشان اطلع حاجه طب انا قبلها ساتسفايد. بكام ساعة عايزين الأوردر على طول؟ لان انا لازم انسق طبعا دليفري، ولازم انسق طبعا. حاجتي، ومش عايزه والحاجة اعمل حاجه بتكون موجودة مكرره. عندك؟ في حاجات بتبقى موجوده عندي، وطبعا لو ارتفيشال، انا على فكره يعني ناتشرال وارتفيشال فلاورز الاثنين. لو ارتفيشال طبعا لو هو طالب فما فيش مشكله، لو ناتشرال لازم هيكون طبعا عارفه هجيب ايه قبليها، لان يعني لازم تبقى هو الحاجه فريش. انا عايزة أسأل سؤال، هو الورد ده بيبقى طبيعي ولا انت بتستخدمي طيب ورد مش طبيعي؟ ارتفيشال عادي. بستخدم ايه الفرق، صناعي بتستخدمي ده امتى وتستخدمي ده امتى حسب. ولا عادي؟ لا حسب لما يعني انا بقول للكلاينت انت عايزه فريش وفريش فلاورز طب ولا ايه عايزه الاحسن، انت ارتفيشال. بتفضلي ايه، الطبيعي ولا اللي مش طبيعي؟ هو طبعا الشكل الطبيعي طبعا ده بيفرق. منتهى الرومانسيه، بتبقى جميل جدا بحبه، بس لكن انا اللي عندي يعيش حاجه اكتر. مش عارفه صح ولا غلط، لو انا حطيت الورد الطبيعي، طب انا ممكن الشكل البوكس يبقى عاجبني قوي ابقى عايزه احتفظ بيه، الورد الطبيعي مسيره يدبل ويبوظ، يعني يبوظ، فالبوكس كله يبوظ بسبب ده. يعني انا لو جاي اطلب منك مثلا، هطلب منك ان شاء الله اكيد، اكيد هطلب نوري. ربنا يخليك، هبقى عايزه اطلب الصناعي، مش علشان انا عارفه ان طبعا ده ريحته احلى وناتورال، بس اقصد ومبهج كمان اكتر. طبعا اكيد، بس انا اقصد التاني هيبوظ لي يعني يومين ثلاثه وشكل البوكس نفسه هيبوظ، هبقى مستكتره وحرام انه كل المجهود اللي عمل ده، فاهمه؟ فانا فهميكي. بشوف انه انا برضو دي حاجه ممكن تخلي الورد الصناعي يبقى طلباته تبقى اكتر، بصي لان هو في البوكس اكتر، متكلف، شكله يبقى متكلف. بصي في اكتر من اوبشن. ولسه كان في كلاينت طلبت مني قالت لي انا عايزه ورد مش ناتشرال اللي هو بيموت بعد يومين ثلاثه او اسبوع او خمسه، ما في بقى حسب ايه ده، هو انواع في كده؟ سوري عشان انا جاهله ده، شايف في الحته سنه وفي دي. سنتين. بس دي الفلاور واحده ممكن تبقى يعني ب 2000 او 1500 اي ثينك حاجه كده. فدي يعني نوع. انت عندك كل الاوبشن زي الصين كده. بالظبط. قالت لي انا مش عايزه ارتفيشال ومش عايزه ناتشرال. قلت لها طب لا سوري، يعني انت امال عايزه عايزه ايه ايه؟ النوع التاني؟ فدي كانت اول مره بجد، وهي برضو فتحت لي يعني عايزه اشكرها انها فتحت لي شانل ثالثه، ان يعني هي هي اللي فتحت دماغك للحته دي. انا ما كنتش طلبت مني اونستلي، يعني هي اللي قالت لي طب شكر ليها بقى البنت دي. مجنونين. بس هي اللي قالت لي انا عايزه حاجه عشان عايزاها لصاحبتي، فعايزه حاجه تعيش معايا برضو هتكون فلاورز، بس عايزاها تبقى بتراعيها وتكبر وتبقى يعني حاجه كده بتفكرها بالفريند ريليشن شيب بتاعتهم، انها بتكبر وبتنمو مش حاجه بتموت وما تبقاش مش طبيعيه. فدي انا عملت لها كادو، بس كان يعني موجود، عارفه اللي هي البوتس بتاعت الزرع نفسها، اللي
فيها منها الفلاورز بس عملتها بنفس الفكره بنفس الرابنج. عايزه اقول لك صورت لي شكل البنوته وهي بتستلم الكادو كانت طايره مبسوطه مع الفكره. يعني الفكره نفسها الجديده ان انت بتعملي نوع جديد من الفلاورز اللي هو ولا بيموت ولا ارتفيشال. يعني متهيألي الناس كلها عارفه ان أيوة في طبعا. بس انها تتقدم بقى بالشكل ده كانت جديده. قولي لي يا مريم ممكن تستقبلي طلبات من بره مصر؟ اه انا اكشولي يعني في ناس كتير جدا اكتر من بلد طلبوا مني بره مصر، يعني اكتر من مره استراليا ودبي والاردن. وعايزه اقول لك ان دي اكتر ناس بتهتم بالحاجات دي؟ بتهتم ومريحه وبتسيبك تعملي لا اللي اكيد انت انتي عايزاه. بصي مفيش حد متعب زي المصري يعني ده سور المصري يعني. بيبقوا عايزين احسن حاجه ايوه ويعني طب قولي لي بقى كده الاسعار، يعني اكيد كل الناس هتهتم بالحته دي جدا، ايه بقى يعني مثلا؟ انا طبعا واخدين بالنا اكيد كلنا انه ده اكبر من ده حجم، طبعا اكيد الحجم لما بيكبر الماتيريالز تبقى اكتر فالسعر بيبقى صح، بص انا كده صح؟ انا هقول لك على حاجه بالنسبه للاسعار. اوكي بصي انا اول ما ابتديت اصلا الموضوع فابتديت لا ناس يعني كاتيجوري معين هو كان بيطلب مني الشوكليت المستورده، فطبعا الـ 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 الاسعار كانت بتبقى حسب الـ الـ البوكيه بيكون فيه انواع ايه من الشوكليت وعددها. فطبيعي الشوكليتس المستورده لما بيكونوا كمان محددينها وعددها طبيعي هيبقى سعره كبير، غير لما يكون الشوكليتس اللي فيه بتبقى قليله او اي براند تاني لوكال. اوكي يعني فرق الشوكليت اكيد بتفرق طبعا، عدد نوع فلاورز العدد مقاس والنوع. البوكيه اوكي صغير كبير ففي حاجات كتير. انا ابتديت الاول حسب اللي كان بيطلب مني لا بالشوكليتس كلها مستورده، انا بحب اشتغل قوي بالشوكليتس المستورده اه طبعا الحاجه في اللي انواع لما كتير بتتكلف يعني بتبقى بس اقيم مش عايزه ولشغلك اقول انت احسن بالظبط. اكيد. فلما لقيت الناس كلها بتدي كومنتس ومعجبين ومعجبين بشكل الكادو بس الرينج الاسعار ممكن ما يكونش مناسب ليهم، فبدات ان انا اعمل يعني على سوق يعني اعمل بقى مقاسات تانية يعني ده ريليتد بقى بالكاستمر نفسه ريكويرمنت هو عايز ايه. ان انا بدات اعمل نفس الشكل ده بس على مقاسات تانية، ما كنتش بعمل كده الاول كانت حاجتي ثابته الى حد ما. اوكي وانواع الشوكليتس كمان بدات اتحرك فيها بحيث انها تبقى ماتشد مع كل البادجت. يعني ممكن كمان اقول له انت عايز البادجت بتاعتك في حدود كام وتبداي عشان تشتغلي على اساسها. بالظبط. يعني مثلا لو انا عندي ده عجبني او ده عجبني وعايزه اقول لك انه مثلا ده سعره وات ايفر مثلا 300 جنيه، فانا مثلا عايزه اقول لك تعملي نفس الستايل ده بس حاجه مثلا ب 100 جنيه، تقدري تعملي كده وتبداي مثلا تغيري بقى مثلا في انواع الشوكليت الحاجات دي، ولا مفيش ده في اوبشن انه الشكل يطلع النهائي قريب منه واغير الماتيريالز اقلل الماتيريالز؟ يعني هو مش بنبقى طبعا نفس الاماونت اللي اكيد بنتكلم طبعا فيه لان في حاجات بس الفكره هتختلف يعني الفكره الفكره نفسها. اه انا بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا يعني هي بتبقى راجعه لكل كلاينت. يعني في واحد يقولي انا عاجبني الشكل ده بس هو انا مثلا عندي ليميت كذا اقدر اعمل ايه. انا الموضوع ده بدات اعمله لما لقيت الطلب عليه كتير، لكن قبل كده كان بيبقى لا انا بحاول ان انا حاجتي بتبقى ثابته بادجت ثابته سوري ال يعني الباكجز ثابته. اوكي لان بيبقى معروف مثلا في عدد معين من الشوكليتس في انواع معينه من الشوكليتس مع اختلاف الانواع بتاعتها بس سعرها معروف. الفلاورز الاشكال الى حد ما قريبه من بعض، هو طبعا الديزاين بيختلف بقى بيختلف من شكل لتاني. طب عايز اسالك سؤال، لو انا مثلا او حد جايلك جايب اصلا هو جايب هديه، تمام يعني هو اصلا معاه الهديه بتاعته مثلا زي برفيوم، اوكي تمام فانا عايزه اجيب لك البرفيوم او التي شيرت او نظاره او يعني وات ايفر، ايه الهديه اللي انا جبتها لك وقلت لك حطيها لي في حاجه تدي بقى الحاجه دي؟ في تمام ناس بتعمل معاكي كده؟ طبعا دي اكتر حاجه، ودي كانت مينلي كمان في عيد الام. اه ودي كانت اكتر يعني بتبقى كادو طلب فيها كده كانت هدايا عيد اجيب الام. لك انا الهديه وانتي توظفيها لي بطريقه او حلوه. لو انت عندك الافيلابيلتي ان انت تجيبي لي الحاجات دي ممكن تبقى بيرفيوم ممكن بتبقى اي انواع حاجات متعارف عليها وعلى اسعارها، فهو اوكي ممكن كمان يديل معاكي من الاول خالص ان لو في امكانيه تجيبي لي 1 2 3 وعايزك تعملها لي بالطريقه الفلانيه ممكن يسيبك براحتك خالص تتخيلي انت عايزه الشكل ايه يبقى يكون ايه، او ممكن يبقى هو عنده شكل ثابت يبعتهولي ويقول لي انا عايزه اعمل لها رابنج بالشكل ده. يعني في ناس فعلا بتجيب لك الهدايا زي ما انا بقول لك وتقول لك وظفيها لي صح. طب بالظبط. قولي لي بقى انت برضو ما قلتليش ممكن مثلا حاجه زي ده كده يبقى في حدود كام؟ حسب انواع الشوكليت حسب انواع الشوكليت، يعني لو زي الشوكليت اللي محطوطه دي هي برضو الانواع كويس يعني يعني ممكن 400 مثلا في حدود 400. طب انت الاسعار اصلا بتاعتك بتبقى مكتوبه على البيج ولا دي في لا لان انا حاجتي كلها مش فيكسد، يعني انا ما اقدرش احط اسعار فحد يجي يقولي انا عايز
ده لانها مش حاجات اسطمبة، احنا زي ما قلنا نو بتغيري. الفلاورز العدد انواعها لونها تعرفي ان اللي انت بتقوليه ده ممكن يكون البوكس حجمه اصغر بس الماتيريالز يعني حلوه وقيمه، فيبقى اغلى من علشان كده فعلا بقول لك مش بتبقى ملوش ثابته ثابته. بس بالظبط. دي حاجه كويسه. طب قولي لي ده بقى عامله ازاي؟ يعني احنا ما جيناش جنب الغلبان الصغنون ده، انا جيت جنب بتاعي. اوكي هو برضو نفس الفكره ثبت. اوكي في برضو سبونج الورد بس الثبت مختلف صح، وطبعا الظاهر لانه يعني متغطي هو بالخوص ده. مش عارفه هيبان ولا لا، بس هو في اللون اللي هو الخشب ده باين. اوكي لما عملتي كده الخشب باين. كده مجدول. عامل زي ثبت الزرع شويه صح. أو. اوكي فاضي من جوه. مليتي ايه بقى السبونج بتاع الفلاورز اللي هو هو مخصوص للفلاور، والحاجه بقى اللي ريليتد بالايفنت ده طبعا علشان الفالنتاين هيبقى ريد روزز مع الابيض والشوكليتس، الحاجه اللي يعني القلوب الحمراء علشان الفالنتاين. طب انا شايفه الكروت اللي انت حطاها، الكروت دي مكتوب عليها ايه بقى؟ وينفع نستبدلها بصور طبعا ينفع، كابل مثلا في مع ناس بعض؟ بتحب انها تحط ال يعني البيرسونال فوتوز بتاعتها وفي ناس لا، فانا بحب الحاجه دايما تكون فيها كارز او صور، فلو في بيرسونال فوتوز بيكون جميل، لو ما فيش بستبدلها بالكارز. بصي انت نورتينا النهارده ثانك يو، وانا مبسوطه قوي ان انا هاخد ده وانا ماشيه. اتفضلي. وانت هما لازم اللي تجينا كل هيتخانقوا. اسبوع عشان الشوكليت الحلوه دي، وهنتخن بسببك. نورتينا يا مريم، وان ثانك شاء الله يو، نستناكي تاني في مساء السعاده. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، يا رب نكون فدناكم النهارده بالفقرتين الحلوين اللي كانوا معانا. استنونا الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. باي باي.